سي عماد الدايمي حاضر غادي وقاعدين نحكيو حتى هو زاد معناها يحب يتفاعل مع الاوضاع لانه مش عارف لانه سي بي ال توا قاعد لا مطلق لا معلق مع النهضه مش مع النهضه فاهم انه الملجوقي رئيس الملجوقي دخل حملته الانتخابيه من توا واعلن باش يمشي فيها كذلك نشوفوا التشنجات الاخيره تاع محمد عبو خاصه مرته ضد النهضه وقت اللي كانت قبل بجمعتين تقول احنا عايشين في الحلم ومن بعد ولات قالت هذوما ناس يكفروا في العباد واحنا ضدهم كانوا ثم تفاهمات ما وصلهاش يعني ثم تشنج كبير كذلك ثم صراع بين النهضه لايه دخل سي بي ال والنهضه والاخرين يعني سي سليم بن حميدان باش ياخذ كلمه اليوم وقاعد يدافع ويضرب على الطاوله وغيره الوغ كو ثم ناس اخرين قالوا لا النهضه ما كانتش في المستوى يعني الغوله اللي حكينا عليها بالحق غوله دخلت معناها معناها اذا كان الاخرين هاو يعملوا في معناها باش يحاولوا بهذا يظل سي بي ال مادام في القنوان يعملوا حزب اللطيف معناها خاطر دخل فيهم مشكله كبيره تو